للزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل لغانا. هي زيارة رسمية لهذا البلد غرب إفريقيا، وتقود أيضا لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة. والمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط الأستاذ محمد الشاقندي، الباحث في معهد الدراسات الإفريقية. مساء الخير أستاذ. مساء الخير. إذن نريد بداية الحديث عن دلالات هذه الزيارة الملكية لغانا. طبعا هو بلد اقتصادي قوي، ويعد ثاني أقوى اقتصاد في غرب إفريقيا بعد نيجيريا. نعم، الزيارة الملكية لغانا، بلد يوجد في غرب إفريقيا، هي مهمة وكباقي الزيارات هي تأتي بعد، هي عندها مجموعة من الدلالات لأن تأتي بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، هذا مهم جدا. إذا زيارة مهمة كباقي الزيارات تحمل مجموعة من الدلالات، يعني أن المغرب انتهى مع عقدة الانفتاح عن المجال الإفريقي الأنجلوفوني، وأصبحت الدبلوماسية الاقتصادية الناجعة تعرف الكثير عن هذا المجال، خصوصياته وحاجياته، وكذلك فرص الاستثمار في هذا المجال، وكيفية التعامل انطلاقا من نموذج التعاون جنوب جنوب الذي يتوفر عليه المغرب. كنعرف كذلك بأن غانا هي كما سبق أن ذكرتم، غانا هي واحد قوة اقتصادية في غرب إفريقيا، يعني بعد نيجيريا قوة اقتصادية بالنظر إلى الحجم ديال الساكنة ديالها. بالنسبه للمساهمه ديالها في الناتج الداخلي الخام، الناتج الداخلي الخام ديال غانا 35 مليار، حيث في 2015 كان في 2800 مليار، فاش كنشوفوا مقارنه فهي ثاني قوه يعني بعد نيجيريا، لان نيجيريا 400 مليار، الكوت ديفوار مثلا 31 مليار، في 2015 السنغال 14 مليار. كذلك من حيث الساكنه، بالنسبه لغانا 28 مليون نسمه، ولكن في 2030 غادي تكون 36 مليون نسمه، هذا مهم، بحيث ان الكوت ديفوار 23 مليون، السنغال 16 مليون، ولكن مقارنه مع نيجيريا عندنا مثلا 185 مليون، اذا هي قوه اقتصاديه مهمه، كذلك انطلاقا من المؤهلات، فهي تتوفر على مجموعه من المؤهلات، ان هذه المؤهلات كاين هناك مؤهلات على مستوى البترول، فهي بلد مصدر للبترول، تم اكتشاف البترول مؤخرا. فهي بلد يتوفر على ثروات مهمة بالنسبة للغاز، هو رابع بلد في غرب إفريقيا من حيث الكميات ديال الغاز اللي كيتوفر عليها، من حيث الاحتياطات، كذلك بالنسبة للبترول، هو بلد يلعب دورا مهم في هذا المستوى، عنده ثروات مهمة فيما يخص البترول، ثروات مهمة فيما يخص الغاز، الذهب، إضافة إلى الفلاحة، فالفلاحة كذلك تلعب دورا مهما في التشغيل في غانا، وتلعب دورا مهما في الصادرات، خصوصا الفلاحة، هناك الكاكاو، وهناك يعني اشياء اخرى، وخصوصا الكاكاو الذي يلعب دورا مهما في الصادرات. لكن غانا نعم. اذا الاكيد قوه اقتصاديه مهمه، مؤهلات على اصعده مهمه. اذا الملك يحل بغانا على راس وفد مهم، وينتظر من الزياره ان تعزز الشراكه بين البلدين في شتى المجالات وخاصه في الاقتصاد، يعني كيف ذلك؟ فذلك لان كنعرفوا بان غانا في هذه السنين الاخيره، خصوصا في هذه الثلاث سنوات الاخيره، دخلت في واحد الازمه، كاين واحد الضائقه ماليه، خصوصا ان اصبحت تعول كثيرا بعد اكتشاف البترول والغاز، اصبحت تعول كثيرا على هذه المواد الاوليه، وبالتالي فهي وهذا كان على حساب الفلاحه، لان حتى المساهمه او الاسهام ديال الفلاحه في الناتج الداخلي الخام تقلص من 28% الى 22%. اذا من بين هذا الرهانات ديال الزيارة، هو بلد حنا قلنا هو بلد عنده وزن اقتصادي داخل افريقيا الغربية، حتى من حيث النموذج السياسي ديالو هو نموذج يحتذى به من حيث يعني الديمقراطية، نموذج ديمقراطي. إذا لكن كاين هناك تحديات مهمة، كاين التحدي الأول في غانا هو التحدي ديال الفلاحة، يعني غانا تعول على تحديث القطاع الفلاحي، يعني على التنويع لكي لا تبقى محصورة في الاعتماد على المواد الأولية، وبالتالي تريد تعول على التحديث، يعني تعول كثيرا على الفلاحه، وحنا كنعرفوا بان عندها مجالات مهمه فيما يخص الفلاحه، ولكن هي بالنسبه للاراضي يتم استغلال فقط 50% من الاراضي الصالحه للزراعه، عندها كذلك مشكل ان 90% من الاراضي هي ذات مساحه يعني ضئيله لا تتجاوز 2 الهكتارات، اذا يمكن ان نعول او نراهن على ابرام بعض الاتفاقيات فيما يخص التعاون في المجال الفلاحي.
المجال الفلاحي على مستوى الفلاحه يعني التصنيعيه كذلك، وكذلك على مستوى الفلاحه المعاشيه، لان مازال خصنا نعرفوا بان الساكنه القرويه يعني غانا تراهن على تحسين مستوى عيش الساكنه القرويه، يعني عن طريق استثمار في الفلاحه المعاشيه. اذا نعول على ابرام اتفاقيات بين بعض الابناء المغربيه فيما يخص تمويل الفلاحين الصغار، كذلك اتفاقيات فيما يخص انتاج الاسمده، لان قلنا بانها تعول على التحديث وبالتالي الرفع من القيمه المضافه ديال القيمه المضافه ديال الفلاحه. كذلك على مستوى السياسات العموميه غانا عندها هي امام تحديات، لان قلنا الساكنه هي سائره في الارتفاع، وبالتالي غانا حاليا عندها مشكل ديال السكن، اذا نراهن على ابرام اتفاقيات فيما يخص السكن. عندها مشكل فيما يخص سياسات المدينه بصفه عامه على مستوى التجهيز على مستوى النقل، اذا ننتظر ان تبرم اتفاقيات في هذا المجال. كذلك يعني على مستوى تهيئه التراب الوطني، يعني تكون اتفاقيات فيما يخص اللامركزيه وما احوج غانا الى تكثيف التعاون مع المغرب في هذا المجال. تحديات مهمه على مستوى المجال القروي ذكرتها، وكذلك ما خصناش ننسوا واحد القضيه اساسيه، وهي ان غانا يعني المغرب قام بابرام واحد الاتفاقيه استراتيجيه واللي هي عندها واحد البعد قاري، لان المغرب من الان ينتمي الى الاتحاد الافريقي، وبالتالي اصبحنا نعتمد على المشاريع تصنيع ذات البعد القاري، وعندنا المشروع اقوى دليل على ذلك ولا اقوى مثال هو الانبوب الغاز الذي يربط يعني الذي يربط نيجيريا باوروبا مرورا عبر يعني انبوب الغاز الذي تم يعني اتفاقيه التي تم ابرامها بين المغرب ونيجيريا. الهدف ديال الاساسي هو نقل الغاز. هذا المشروع هذا هذا المشروع غادي عنده واحد البعد صناعي، لان الهدف الاساسي هو تمكين الدول ديال افريقيا الغربيه باش تلبي واحد الحاجيات ديال الساكنه فيما يخص اللجوء للكهرباء. اذا كذلك غانا عندها مشاكل على مستوى الكهرباء، هي تتوفر على الغاز ولكن تستورد الغاز من نيجيريا، وبالتالي هذا الانبوب الغاز والمشاريع ذات البعد الجهوي التي ستتاتى عنه غادي يلعب واحد الدور مهم بالنسبه الغانا. اذا ننتظر كذلك ابرام اتفاقيات على مستوى اللوجيستيك. اذا نظرنا كذلك المبادلات التجاريه ما بين المغرب وغانا. نعم بالضبط، نريد ان نتحدث ونركز الان على المبادلات التجاريه، خصوصا انها يعني لا ترقى الى المستوى المطلوب، وهي تبلغ ما بين 2006 و2010 معدل سنوي نسبته 33%، وهذه المبادلات لا تتجاوز 70 مليون أورو. كيف الرقي بحجم المبادلات في بلدين لهما مؤهلات اقتصادية كالمغرب وغانا؟ نعم، أول شيء يمكن أن نقول بأن المغرب عن طريق الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها بعد عن طريق الزيارات الملكية، عن طريق الحجم ديال الاتفاقيات التي أبرمت يعني مع مجموعة من الدول غرب إفريقيا، وكذلك عن طريق الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الشركات المغربية في دول غرب إفريقيا بما فيها غانا، لأن عندنا شركات مغربية حاضرة في غانا تنشط في مجال التأمين، تنشط في المجال البنكي، وكذلك تنشط في المجال الذي له علاقة بالسكن، وهي يعني تنشط في مجال انتاج الاسمنت. اذا بالنسبه للمبادلات التجاريه، الا شفنا راه رغم الحجم الضئيل ديالها هي ما كتجاوبش التطلعات، يعني من 2016 2000 مثلا كانت الحجم ديالها 55 مليون درهم، في 2016 622 مليون درهم، يعني راه ارتفاع مهم جدا، لكن يبقى دون مستوى يعني التطلعات وهذا الرهانات وهذه الفرص، يعني كان واحد ارتفاع ديال 1030%. اذا للرفع من هذه المبادلات، اولا نعول على ابرام اتفاقيات في مجال يعني في مجال تحفيز الاستثمارات ما بين البلدين، في مجال كذلك تحفيز يعني التجاره الثنائيه بين البلدين، يعني اتفاقيات مثلا عن طريق اسطول بحري، يعني يكون هناك اسطول بحري، يكون هناك واحد صله وصل على المستوى البحري ما بين المغرب وغانا، وهذا سوف يلعب دورا مهما في الرفع من شكرا لك محمد الشقندي الباحث في معهد